رغم كل الظروف اللي عم نقطع فيها. يا رب يا رب يا رب بيضل عيد الميلاد عنده مطرح خاص بقلوبنا. الام تي في رح ترافقكم بهالفترة ببرامج خاصة بالعيد لنفوت على كل بيت ابواب بهالليل. نحط ايدنا بايد بعض ونتساعد سوا لنخلق اجواء العيد وفرحة بقلوب الكل. من الام تي في ولد المسيح نتمنى لكم ميلاد مجيد. ولد المسيح هللويا.